شهاب هو أصغر أبناء المهندس مدحت السويدي، وهو مسؤول عن التطوير ومعجون طباعة. ركزوا معاه. دايماً المنتج ما بيتشلش من على الرف في أول مرة في سوبر ماركت إلا من خلال العبوة بتاعته الخارجية. كلام صحيح طبعاً. جودة المنتج هي اللي بتخليني بعد كده يبقى فيه ولاء واستمر في عملية الشراء أو لا. تمام. بتفكر إزاي بقى مع كل منتج جديد؟ مثلا في حد بيكلمني يقول لي ان انا ببدا بروجكت جديد، فان انا عايز انزل بباكج يكون قوي جدا. انا احب افهم الاول فكرته تكون ازاي، هيكون المنافس بتاعه مين، علشان ان انا اقدر اشوف المنافس بتاعه الباكينج بتاعه شكله ازاي. طبعا بعد كده هو بيشرح لي الفكره بتاعته، انا بقى ببدا افهم الفكره بتاعتي ازاي اطبقها على ارض الواقع. بعد ما بفهم منه على ارض الواقع بعمل التصميم. بعد ما بنعمل التصميم انا بعمل عينه سوفت زي اللي ياخدها منتج تام. تمام. بعد كده بوديها له، هو بيشوف بقى كل الافكتس اللي احنا ممكن نقدر نعملها. اول ما يشوف العينه ممكن يقول لي تعديل، فالتعديل اللي احنا بنقدر نعمله بعد كده ان احنا نبدا نعدله تاني. الناس اللي انت بتضيف لشغلهم وبتعدل المنتج بتاعهم، ازاي بتقدر تقنعهم بالتعديل ده؟ يعني هو جاي لك مع تصميم ومقتنع بيه تماما، ازاي تقدر تغير فكره؟ اكيد طبعا ببدا ان انا افهم، اشوف التصميم بتاعه ده احنا ممكن نقدر نضيف له ايه. بعد كده ببدا ان انا اجيب له عينات اكون انا عاملها فعلا وسلمتها للشركات قبل كده، فهو بيبدا يشوف العينه دي هي لو اتعملت على البرودكت بتاعه هيكون شكلها ازاي. يعني مثلا ممكن مثلا هو ما يكونش متخيل هوت فويل مع الامبوزنج مع السبوت يو في، هو مش فاهم الافكار دي اللي هي ايه بقى الحاجات اللي انت قلتها. يعني الهوت فويل دوت بيكون اللي هو اللي بيلمع، بيكون لميع، ذهبي فضي احمر نحاسي، بيبقى فيه منه الوان كتير جدا. الامبوزنج ده بتجسم الشكل الى 3D. يعني شكل مثلا دوت تعمل له العلبه بارزه، العنب تعمل له مثلا عود عنب بارز. تمام مظبوط بالفعل. السبوت يو في ده بتكون فرخه، تعمل له فرخه بارزه، صح ولا لا؟ تمام طبعا مظبوط. السبوت يو في ده بتكون حاجه بتلمع بس بتكون على منطقه معينه. يعني مثلا هو حاطط شوكليت، فاحنا بنقدر ان احنا ننزل له السبوت يو في دوت على الشوكليت، فالشوكليت تبقى بتكون باينه جدا وبارزه وبتلمع. اللي قدام